استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس في قصر الصافرية سعادة السيد ستيفن غريك بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة. وقد استعرض صاحب الجلالة مع سعادة السفير الأمريكي خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة وما وصلت إليه من تقدم رفيع في مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. كما أشاد جلالته بالدور المحوري الفاعل الذي تطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الإقليمي والعالمي.